استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير صباح اليوم سعادة اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق له. في بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق مشيدا بالإسهامات الدفاعية الجليلة لقوة درع الجزيرة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن قوات درع الجزيرة تشكل سدا منيعا في وجه كل التحديات المحدقة بدول الخليج باعتبارها ترجمة صادقة للحمة الخليجية ووحدة المصير بين دول المجلس، متمنيا سمو كل التوفيق والسداد لقوات درع الجزيرة في أداء مهامها العسكرية الموكلة إليها. كما شدد اللقاء على بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني.